مبادرة تستحق التنوية. الشبيبة والأولمبي حظي باستقبال رائع من قبل المسؤول ورئيس أهل برج بوريريج. نعود للمقابلة. المرحلة الأولى لم نشاهد فيها الكثير باستثناء لقطتين لمصلحة شبيبة القبائل. مخالفة منفذة بقوة من ريال والعارضة تنقذ الأولمبي. نلعب الدقيقة 43. مخالفة أخرى لصالح جياسكا. مكاوي من اليمين يجبر الحارس الصالحي لتحويل الكرة إلى الركنية. ونهاية المرحلة الأولى بدون أهداف. المرحلة الثانية. صاحب اللون الأحمر أي أولمبي شلف يهدد مرمى دوخة بعد عمل ممتاز من الخط الأمامي. عز الدين دوخة بصعوبة. الدقيقة 75. اللاعب بادارو يغادر تشكيلة الشلفاوة بعد تلقيه لبطاقتين صفراوين. نلعب الوقت بدل الضيع. الحارس صالحي ينقذ الشلف من الهزيمة بعد محاولات عديدة من الخط الأمامي لأجياسكا لتنتهي المباراة بنتيجة سلبية 0-0. حسب الزميل عبد العزيز زواوي صالحي كان رجل هذه المباراة. حمزة كنت لاعبا في